في شيء، حتى وراء البنك أخذتهم معه. ها تعا أخي تعال. فوت لجوا. مساوي لك كاسة شاي؟ لا أنا عم ساوي زهورات ليك على النار، بتهدي له أعصابه. عفوا حضرتك مشغول؟ فوتي. هذا ابي، تفضلي. ما تعرفنا على بعض قبل هلا. مرحبا عمي، انا ميسر. يا اهلين بابا. الست ميسر من عنا من الضيعة. عن جد؟ من نفس ضيعتنا؟ بتتذكر الست رمزية؟ بتكون قرايبتها. والنعم منك. أنا وصالح رفقات من كنا صغار. تفضلي عدي، تفضلي. كيفك يا حلو؟ ابني بيستحي كتير. قل له مرحبا لعمه. شو اسمك؟ قل له على اسمك. بدي روح. هلأ منروح. قل له شو اسمك؟ مراد. اسمك حلو مثلك يا ابني. لمين طالع حلو هيك؟ ما شاء الله، الله يخلي لك اياه. آمين. كيفه جوزك؟ جوزي منيح وبيسلم عليك كتير. كنا مارقين من هون أنا وابني، قلت بشرب عندكم كاسة شاي. ايه تكرم عينك. علي، ثلاثة شاي. صالح؟ شوف الصبي شو بيشرب. شو بدك حبيبي؟ بدي عصير. برافو عليك، اخيرا سمعتنا صوتك. ان شاء الله بتقبر قلبي ما احلاك. واحد عصير معه. اسمعي ست ميسر، عيبي اللي عملتيه. تقلنا خلينا نتفاهم. ليكي اذا ما اتصلتي فينا فورا رح نخبر الشرطه. شوفي فاطمة، شو رأيك لو نتصل بالبنك ونجمد الحساب تبعكم؟ مو وقت المصاري. افهمي علي، إذا لقيت حالة ما معها مصاري بترجع على البيت، رح تضطر لأنها رح تلاقي حالة مفلسة. بس الحساب مو باسمنا نحن، باسمها هي. بلكي إذا شرحنا لهم الوضع يقدروا يعملوا شيء ويجمدوه. يا ميسر، معقولة يطلع منا كل هاد؟ هلا بس تفتح الموبايل، رح تسمع رسالتك وبجوز فورا ترجع على البيت. شراب أخي. طمن لمي، صدقني رح نلاقيهم. رح يقول بابا لزلمة تاني غيري. حبيبي أكيد رح يرجعوا. أنت أبوه لمراد لمعي. لك أنت اللي ربيته، أنت اعتنيت فيه وأنت اللي كبرته. فكرك رح يعترف بأب غيرك؟ لا ما بظن. لا تخاف أبدا من هالناحية. ليك أخدته وراحت، أخدته وبدون ما تقول. أخي لا تعمل هيك بحالك. يلا أخي اشرب.